السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته على قناة ثقافة ومنوعات في هذا الدرس الجديد والموضوع الجديد الذي سنتكلم فيه اليوم بإذن الله عن تطبيق رائع وجميل جدا. فقبل أن أبدأ بالشرح والسبب الذي جعلني أقوم بتقديم هذا الشرح هو أنني أنا شخصيا قد اشتريت البليس بيد رادار هذا بثمن أقل، فهو يباع ب 143 دولار كما تشاهد، ولكن حصلت عليه بسعر أقل بحكم أني أدرس علوم وتقنيات النشاطات البدنية، وبترخيص من القسم علوم وتقنيات النشاطات البدنية حصلت عليه بسعر أقل. فتطبيق اليوم هو تطبيق رائع، رادار موبايل، فقط من خلال الهاتف وهذا التطبيق كنت أستطيع أن أحصل على نفس الخدمات التي يقدمها جهاز ب 143. فإذا كنت مهتم بالشرح فابقى معي. تطبيق اليوم هو تطبيق يعمل على قياس سرعة السيارة أو سرعة الكرة أو سرعة الشخص الذي يقوم بالمشي أمامك وما إلى ذلك. أولا عليك تثبيت الهاتف في مكان محدد وتقوم بالذهاب وقياس كم يبعد الجسم المتحرك الذي تريد أن تقوم بعمل قياس لسرعته، تبحث عن ما إذا تقيس المسافة بين الهاتف والجسم الذي تريد أن تقيس سرعته ومن أين يتحرك أو يمر. فأنا أحببت أن أتأني وأقوم بوضع القياس في منتصف أين تمر السيارة مباشرة، فوجدت أنها تبعد عنه ب 11.3 متر، 11 متر و30 سنتيمتر. ثم بعد أن أقوم بعمل القياس، كل ما علي فعله هو أني أفتح التطبيق بهذا الشكل. بعد أن قمت بفتح التطبيق وقد لاحظت أن الصورة لا تظهر بشكل جيد، وذلك نظرا لإضاءة الشمس، فلذلك حاولت أن أغطي نفسي بغطاء حتى تظهر الصورة بشكل أفضل وأستطيع أن أقدم لكم أفضل وأحسن شرح. لكن بعد أن قمت بالعمل أحببت أن أتحول من شرح في هاتف إلى التصوير بالهاتف مباشرة والتصوير من خلال تطبيق موبايزن، وقد سبق لنا أن شرحنا كيف تقوم بتصوير الشاشة، شاشة الهاتف التي تعمل عليها مباشرة، لذلك سوف أريك بعض النماذج مباشرة من التطبيق موبايزن، فلا تحتاج لكي تعمل بهذا الشكل، فقط أنا أريد أن أريك. فهذه الطريقة أيضا لا بأس بها، ولكن أحببت أن أقدم لك فيديو أفضل. يفتح معي التطبيق بهذا الشكل، كل ما علي فعله هو الضغط على Distance حتى أستطيع أن أغير المسافة، وأقول له بأني أبعد على الطريق ب 11.3 متر كما وجدناها في القياس، ثم أضغط أوكي مرة أخرى وأنتظر مرور السيارات وأمرر بإصبعي على اللوحة كما سبق وأن شاهدت معي وأستطيع أن أقيس سرعة السيارة. فهذا التطبيق يعمل بنظرية طرس إن لم تخني الذاكرة، فأنا لم أدرس الرياضيات من أيام الثانوية. فمن خلال نظرية طالس يقيس المسافة ثم يقيس الزمن، ومن خلال العلاقة السرعة زمن يستطيع أن يحسب فيتس مويان كما تشاهد معي في الأعلى، السرعة المتوسطة ليعطيها لك ويعطيك السرعة المتوسطة كما تشاهد معي 49 40
51. وسبق أن قمنا بتجربته أنا وصديق لي بسيارته يمر على هذا التطبيق بسرعة 40 إلى 50، ويقول لي كل مرة كم كانت سرعته في لوحة قياس السرعة في السيارة، وأجد بأن التطبيق يحصل على نفس القيمة. وصراحة التطبيق رائع وجميل جدا، ولو لم يكن صادق عفوا، فإنه لن يحصل على حوالي 50 مليون تحميلة من آخر تحديث. فبعد آخر تحديث أكبر التحميلات من على المتجر كانت بعد آخر تحديث، وهو مجرد شهرين أو شهر واحد منذ أن قام صاحب التطبيق بالتحديث. فلاحظ معي الفرق، عندما تمر السيارة بتأني فهو يجد أنها 10 كيلومتر في الساعة. إلى هنا يكون موضوع اليوم قد انتهى، شكرا على حسن المتابعة والإصغاء، حتى نلقاكم في فيديو جديد وموضوع جديد. لا تنسى الضغط على زر لايك، سبسكرايب في القناة، وإلى اللقاء.